الامتحانات للعام الدراسي هيدا يمكن علا من أصعب الفترات اللي بيمرقوا فيها الأهل والطلاب، هي فترة التحضير للامتحانات صحيح. وفترة الامتحانات كمان، يعني تحديدا إذا بدنا نحكي عن الشهادات. يعني إذا هلأ عم بلشت بالفعل الصفوف الانتقالية يمكن 17 شهر، 17 شهر ببلش ولكن الامتحان. كمان في ضغط على الصفوف، يعني خلينا نقول الشهادات. بالفعل في ضغط كتير كبير، وهيدي السنة بنعرف قد ايه مرينا بظروف صعبة والطلاب ما تحضرت بشكل كافي يمكن، بس أكيد لسه في وقت، فلازم هيك يكون في اهتمام بالطلاب سواء طلاب الابتدائي سواء طلاب الشهادات. هون بيجي بقى دور الأهل، تمام. التغذية كتير مهمة للطلاب طلاب الشهادات أو طلاب الابتدائي، صح ولا لا؟ كثير يعني، وحتى يمكن بيكون استنفار من قبل الأهالي أكثر، صحيح وتحديدا صحيح إذا عم نحكي عن المرحلة الابتدائية. صحيح. لهيك اليوم رح نحكي أكثر بتفاصيل عن هذا الموضوع مع السيدة لبانة حسين أخصائية تغذية، لنحكي أكثر عن تفاصيل كيف ممكن نحن نهتم بأطفالنا. يسعد صباحك. صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك. هلا كلامكم صح، انا عم بسمعكم شو كنتوا عم تحكوا. فعلا هلا موضوع التغذيه دائما بيكون له علاقه بكل جوانب الحياه، صحيح. يعني فدائما لازم نكون نحن عم نهتم بهذا الموضوع بشكل كتير دقيق لحتى نامن لهذا الطفل بشكل عام، وتحديدا بفتره الامتحانات كل الاشياء اللي ممكن يتطلب الدماغ لحتى يكون مستنفر بالطاقه القصوى بهي الفتره. فموضوع التغذيه كتير ممكن يكون مؤثر سواء ايجابيا او سلبيا، يعني على الحالتين هو بيكون كتير له دور مهم عنا. هلا بدنا نحكي عن شو لازم يتم التركيز بالبدايه خاصه بهيدي الفتره، فتره التحضير للامتحانات. يمكن احيانا مثل ما حكيتي حضرتك التغذيه بتكون عامل سلبي، يعني بصير في تلبك معوي، ممكن حتى في نوع من الاغذيه بياثر على الدماغ بخليه نعسان مثلا اذا اكل فته من الصبح. مزبوط هذا الكلام. نحكي عن انواع الاغذيه اللي بتخلي الانسان او الطالب يزداد تركيزه. خليني اقول هلا هو حتى يزداد تركيزه لازم يكون غذائه متنوع بشكل عام، يعني هو يكون عم ياخذ كل شيء ممكن يحتاجه، فيتامينات، معادن، الياف، بروتينات، دهون. هلا احيانا بنشوف نحن بيصير في اهتمام بشغلات معينه يعني ما بتعطينا هي الطاقة لازمة صحيحة أو اللازمة لحتى يكون الدماغ متوقد مثل ما بنقول. فالمفروض هو يكون الأكل دائما متنوع، لازم يكون هذا الطفل عم ياخد خضار، فواكه، لحومات، غذاء يعني من كل الأنواع. المفروض ياخد شغلات منوعة بعيدا عن الأكل الجاهز. هلأ منشوف هلأ بهاي الفترات دائما الأطفال عم يروحوا، يعني الأطفال والكبار كمان، يعني هلأ كمان قدمنا على امتحانات الشهادات، يعني فبيروحوا على الاكل الجاهز، وبصيروا الاهل انه اوكي اللي بدك اياه بنجيبلك اياه، اي شيء انت بتحتاجه. فهو بالعكس فعليا يمكن هو ما يعرف الضرر على ذاكرته بهي القصص. هذا الاكل الجاهز كلياته منتج لشيء اسمه جذور الحره. جذور الحره هي عم تحارب اي شيء ايجابي بالجسم، هي بتحارب عمليات الذاكره، عمليات الانتقاء بالدماغ، عمليات الحفظ، عمليات تجدد للخلايا، كل هاي القصص بتكون عم تحارب الجذور الحره، هي كلها بتجي من الاكل الجاهز. ايضا بالنسبه لموضوع السكريات بيكونوا عم ياخذوا كميات سكريات كبيره سواء من الاكلات الجاهزه، بسكويت وشوكولا وهيك قصص، سواء من العصائر الجاهزه اللي هي للاسف بيفكروا الاهل انه هم يعملوا شغله جيده للطفل. صحيح. لما عم يعطوه كاسه عصير، اوكي انا ماني ضد كاسه العصير، ولكن نحن بنروح على الخيارات الفريش. هلا هي بتعطيهم طاقه جيده وعاليه. ايضا احيانا ببلشوا هدول طلاب الشهادات ياخذوا شيء من مشروبات الطاقه او مشروبات الغازيه اللي هي فعلا منشطه، ولكن مشكله فيها انه هي بتعطي دفعه طاقه عاليه جدا وسريعه جدا، ولكن بتعمل منحنى يعني عالي جدا وفورا منخفض، يعني بتعمل شيء بنسميها ذره، بتطلع مباشره بتعطي طاقه عاليه كثير كثير بعد نص ساعه من استهلاكها، ومباشره بتنخفض هاي الطاقه بشكل سريع جدا، وبنلاحظ انه الشخص بعد شي ساعتين انخفضت طاقته نهائيا، ما عاد في عندنا اي نوع من انواع التركيز او انواع من قدره على الحفظ او التذكر. فايضا هي من الممارسات الخطا اللي ممكن يعملها الطالب او الاهل بهي الفتره. تماما، يمكن هي نصائح كثيره ممكن نحن نوجهها للاهل خلال هيدي الفتره، تحديدا الرقابه مثل ما ذكرتي. يمكن الطالب لحاله يكون في عنده اجراءات سامعه من رفيقه، سامعه من اي حدا، او حتى يعني شايفه على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف ممكن نحن نعمل هيدي الرقابه بدون ما نحسسه للطفل انه نحن او للطالب انه نحن كثير يعني عم نضغطه بهيدي الفتره؟
هلا هي القصص بتكون بانه نحن نحاول ننوع له، يعني كل ما نوعوا الاهل للولد فهو ما بيحس شو عم يصير، يعني ممكن مثلا هو بفتره الدراسه ممكن نقطع له صحن فواكه وندخل له اياه يعني. هون عملنا نحن دخلنا له جرعات فيتامينات متنوعه ومفيده جدا بدون ما نحسسه انه نحن ضغطنا عليه ابدا. ممكن نحن نعمل له كاسه العصير تلقائيا استغنى عن المشروبات الغازيه او مشروبات الطاقه، ممكن نعمل له نحن مثلا اذا كان هو بعمر كبير شوي فنجان قهوه، يعني مثلا طالب البكالوريا او طالب الجامعه ما له غلط نعطيه فنجان قهوه، كافيين كثير بيساعد على التركيز، ولكن بشرط نحن ما نعطي كميه كبيره منه حتى ما يصير في عندنا نحن نوع من القلق والتوتر. تمام. ايضا ممكن نحن مثلا المساء نعطيه المشروبات الصح، ممكن نعطيه مشروبات مهدئه، بابونج، يانسون، كاس تيران، هدول يعني انا هدول الشغلات يعني شخصيا موجودين بذاكرتي خلال فتره دراستي من اهتمام اهلي فيني، كاسة البردقان اللي عم توصل لعندي، كاسة الزهورات اللي عم تجيني المساء، هدول الشغلات اللي كانت ممارسات صحية يمكن صحية ومغلفة بالحنان صحيح. يعني هي ما عم تقديمه. تعطي صحيح. تماما هي ما عم تعطيني إحساس إنه أنا في ضغط علي أبدا، بالعكس هي كانت تعطيني إحساس إنه في حدا مهتم فيني، في حدا عم يتعب معي بهي الفترة، هو امتحاننا كلياتنا مو بس أنا اللي عندي امتحان. فهي الممارسات أيضا اهتمام الأم بالطبخ، يعني هي وقت اللي عم تعمل هي الطبخة بفترة الغداء لأولادها لما عم تختار الخيارات الصح، هون الطفل ما بيعرف شو عم يصير، بيعرف انه هذا الغداء اللي نحط قدامه. فهون الام بتقدر كتير تدخل شغلات مفيدة، ممكن مثلا ندخل هلأ بهاي الفترة نقول مثلا الخضار الورقية الغامقة، سلق، سبانخ، ملوخية، هي كلها غنية بالمغنيسيوم مثلا اللي هو كتير مفيد لتنظيف الدماغ، لزيادة القدرة على الحفظ والتذكر، لتنظيف الدماغ من أي معادن ثقيلة وضارة ممكن تدخل عليه. هي الشغلات ممارسات البسيطة اللي بتعملها الأم هي كلها بتكون عم تلعب دور إيجابي، ولكن مثل ما بنقول جيش خلف الكواليس الأم بتكون. فهي كلها ممارسات يومية نحن بنقدر نأثر فيها على تغذية الطفل. تمام. هلأ في نوع من الطلاب مثلا حتى قبل ما يروح على المدرسة ما بيحب يفطر مثلا، حتى لما ببلش دراسته أنا ما بحب أفطر، بيصير الساعة واحدة أو تنتين لسه ما فطران هيدا الطالب، كيف لازم ينظم الطلاب سواء طلاب الشهادات أو طلاب المدارس الابتدائية الغذاء؟ لأنه الفطور كتير ضروري، بس في كتير أشخاص ما بتحب تفطر أول ما تفيق. مزبوط. هلأ أنت مثل ما عم تقولي أشخاص يعني ممكن مو بس بفتره المدرسه صحيح. او الجامعه، في ناس كتير حتى بحياتهم العاديه ما بيحبوا من اول ما بيفيقوا يبلشوا بالفطور، فهي طبعا نحن ما لنا ضده ابدا، ولكن نحن فينا ناخذ بدل الفطور سناكات خفيفه، اللي هي السناك هي عباره عن وجبه خفيفه، فنحن ممكن نختار وجبات خفيفه نخلي الجسم يبلش ياخذ مسج انه انت هلا بلشت حرق، بلشت تخزين، بلشت عمل. نحن فينا نبلش بتفاحة، فينا نبلش بكاسة حليب، فينا نبلش بمثلا حليب مع شوفان وتمر، يعني هذا وجبة خفيفة ورائعة جدا إذا بيتقبل الطفل الصبح، كاسة كوكتيل رائعة جدا، كم حبة تمر، شوية مكسرات نية، مو ضروري تكون يعني مكسرات اي شيء، جوز، لوز، فستق، عبيد، كلياتها هي طبعا ما تكون محمصه كرمال ناخذ الفائده القصوى منها، كلياتها هي ممارسات جيده جدا ممكن نحن نعطيها للطفل، يعني ممكن الام تعطي للولد هو رايح على مدرسته بعلبه صغيره تفاحه، جزره، موزه، خيار، فريز، اي شيء شغلات ممكن هو ياخذها خلال النهار وتكون يعني غذاء رائع له. بس يوصل على البيت ممكن وقتها هلا بعد ما بلش بهذا السناك خلال ساعتين ثلاثه رح يجوع، وقتها هو رح يطلب ياخذ الساندويشه تبعه، ولكن نحن مو ضروري نجبره انه انت اول ما بتفيق لازم تاكل فطورك. حلو. تمام. يمكن هو الخيار الاصح هو انه نبلش بالفواكه يوم الطفل، لانه كمان الخبز له مدار، يعني كمان صحيح بكميات معينه مسموح، ولكن كمان في له مدار معينه. اذا حكينا عن الخبز الابيض، هي المدار هلا شوفي كونه الخبز ابيض فنحن شلنا الشيء الافضل موجود بالخبز. دائما انا بنسال عن هذا الموضوع كونه شغلي بالتغذيه، غالبا الناس بتروح على فكره تنحيف وتسمين، ولكن طبعا هي التغذيه مجال اوسع بكثير من هيك. فالناس دائما بتسالني انه ليش بتعتمدوا على الخبز الاسمر او على خبز النخاله؟ نحن بنعتمد عليه لانه هو اغنى بالمعادن واغنى بالفيتامينات،
اما عمليه يعني ازاله القشره الخارجيه من حبه القمح فهي بتسلبها اغلب الفيتامينات والمعادن اللي موجوده فيها وبتترك عنا فقط اللب اللي هو الافقر بالمغذيات. فهلا حضرتك عم تحكي على موضوع الخبز الابيض، الخبز الابيض مشكلته انه نحن شلنا منه المعادن اللي كان ممكن نحن نستفاد فيها، ولكن ما فينا نلغيه اكيد، بس بنحاول قدر الامكان نخلي الاعتماد معنو على الخبز، يعني بنحاول نحن نخلي الطفل يشبع من شيء ثاني غير الخبز، مكونات تانية. سواء كانت خضار، سواء كانت بيض، سواء كانت اي شيء ثاني، نحن يعني حبوب اخرى، ممكن شوفان، ممكن هي مثلا شوفان اللي ما هو موجود بثقافتنا، وانا بحب انه يكون موجود لانه هو كثير مفيد ومغذي، فيه كميه عناصر كثير كبيره لا يستهان فيها. فنحن ممكن نستغني، نخفف خبز، نروح على شيء ثاني، ممكن نعطي البيضه بدون خبز مثلا، ممكن الطفل يتقبلها، كثير شغلات ممكن نعملها، نخفف كمية الخبز ونروح على كمية حشوة أخرى بالساندويش أو بالأكل أفضل. هلا في كثير أشخاص بيقولوا إنه الشوكولا كثير بتساعد على تقوية الذاكرة، ويمكن الأمهات ما كثير بيحبوا يعطوا شوكولا للأطفال بحكم تسوس الأسنان وغيره، قديه هيدي المعلومة صحيحة؟ مزبوط، هلا الشوكولا غنية بشغلتين مفيدين جدا للذاكرة، هن المغنيسيوم وأيضا مضادات الأكسدة، فهي فعلا رائعة، ولكن المشكلة بأنواع الشوكولا المختارة، يعني غالبا نحن ما عم نروح على الشوكولا الداركة اللي هي فيها نسبة كاكاو كبيرة. صحيح. هي الشوكولا الصح يلي هي منلاحظ بيكون مكتوب على العلبة انه مثلا خليني اقول ليتقبل الطفل خليني اقول 60-65% كاكاو، هي الافضل كل ما عليت ممكن 80 ممكن 90، ولكن خليني اقول ليتقبلوها الاطفال 60 أو 65% كاكاو بتكون ممتازة جدا. هون بنكون رحنا على مضادات اكسدة عالية ومغنيسيوم، ولكن وقت اللي عم ناخد نحنا انواع الشوكولا يلي تجارية نوعا ما عم تكون فيها سكريات كتير، زيوت مهدرجه بكميات عاليه، ولهيك للاسف الضرر ما يعني ما اكثر من النفع فيها. فيها تستغني الام عنا بانها هي تعطي كوب من الكاكاو للطفل، رائع جدا. يعني هذا سهل التحضير ايضا. صحيح. مشتقات الالبان والاجبان كيف ممكن يعني الحصه الغذائيه اللي ممكن تفيده للطفل ما تكون زياده عن حاجته، قد ايه ممكن تكون؟ هلا المشتقات الالبان والاجبان، اذا بنقول لبن او حليب، فنحن فينا نقول الماكسيموم هي 400 ملي يوميا. هلا 400 ملي بنقول اقل بشوي من كاستين، لو وصلنا للكاستين ما لنا مشكله، اذا اخذنا كاس الصبح وكاس المساء فهي رائعة جدا. أنا بفضل اللبن على الحليب، لأنه اللبن أغنى بالكالسيوم، أغنى بالبروبايوتيك، واحتمال أنه هو يعمل تلبكات معوية أقل جدا من الحليب، فنحن إذا قدرنا نعود الأطفال على اللبن أكثر من الحليب هو أفضل، وخاصة تحديدا فترة المساء، فهو نحن بنكون عطيناهم يعني شيء مهدئ مساعد على النوم العميق، ونعرف نحن موضوع النوم العميق مفيد جدا لموضوع الذاكرة، لأنه تخزين الذكريات كلها بيتم خلال فترة النوم. صحيح. فأعطاء كاسة لبن قبل النوم هو شيء كتير رائع للطفل. حكينا عن الخضروات والفواكه، وخاصة الخضروات الورقية اللي بتساعد يمكن كمان على نوع يمكن تحسين الهضم من بالنسبة للخضروات الورقية. لازم نحن يمكن نكتر من الخضروات الورقية بهذه الفترة. صحيح. هلا هي فترة فيها خضار ورقية أكثر من أي فترة أخرى. صحيح. هلا في عنا السبانخ وفي عنا السلق مثل ما كنا عم نحكي. صحيح. والخس والبقدونس، وهلا كلياتها بالفترة اللي هي طيبة فيها كتير، وهي بحر من المغنيسيوم، من الزنك، ايضا من الفيتامينات المتنوعه، يعني هي من الحديد ايضا، يعني هي رائعه جدا، وبنحاول نحن لما ناخذها يعني نطهيها بالطريقه الصح. يعني مثلا وقت اللي بناخذ نحن الخضار الورقيه حتى ناخذ الفائده التامه منها، فنحن ما بناخذها مع لبن مثلا، يعني لنقول السلق فرضا، ما بناخذ فطاير السلق مع كاسه اللبن، نحن بناخذها مع صحن السلطة أو مع أي مصدر من مصادر فيتامين سي، سواء كان بندورة، سواء كان فليفلة، سواء كان ليمون. حلو. نفس الشيء الكلام بالنسبة للسبانخ، بالنسبة للملوخية، هي الخضار الورقية كلياتها حتى يتم امتصاص أو أخذ فائدتها كاملة لازم تكون مترافقة مع فيتامين سي حتى ناخذ الفائدة الكاملة منها.
وغالبا بنحط لها ليمون حامض يعني بالضبط. هي سبحان الله جايه يعني جايه بتلبق للليمون الحامض، فمن بتجي فيتامين سي مكمل لها جايه معها. صحيح. لذيذ جدا ومستحب يعني. صحيح. تمام. صحيح. هلا وقت الطعام عن وقت الدراسه قد ايه لازم يكون في فرق؟ يعني بنلاحظ احيانا بيفطر الطالب الصبح وبيروح على المدرسه مثلا، هل هذا الشيء ممكن يكون عائق كونه دائما عمليه الهضم كمان الى وقتها المحدد وظروفها الخاصه؟ مزبوط كلامك، هي دائما عمليه الهضم بتخلي الدم بشكل طبيعي، يعني هلا الجسم هو عباره عن اله. صحيح. فبتخلي الدم يتوجه او التركيز الجسم يتوجه لهي العمليه اللي هي عمليه الهضم. صحيح. اكثر ما هي عم تروح على عمليه الادراك. لهيك انا كنا عم نحكي قبل شوي انه نحن من الافضل والمستحب اكثر انه نحن نعطي الصبح سناك اكثر ما نعطي فطور. فطور يعني انا يفضل عندي انه انا اعطي الصبح تفاحه او كاسه حليب او بيضه مسلوقه قبل ما يروح، حتى تكون وجبه بسيطه، ما تكون وجبه يعني بتاخذ جهد طاقة من الجسم وطاقه. مثل ما كنا كمان عم نحكي قبل شوي انه في بعض الاكلات اللي ما لازم نروح عليها، فول، حمص، هي كلها وجبات يعني ثقيله وبتاخذ فتره كبيره بالهضم. لهيك نحن بنحاول انه ناخذ نخلي الوجبات خفيفه وبنخلي تقريبا نص ساعه لثلاث ارباع الساعه لما بتكون عندي وجبه خفيفه، هي الفتره اللي اخذ الطفل اكل راح على مدرسته لبين ما وصل هو تمت عملية الهضم عنده. فهون نحن بنكون يعني عرفنا ننسق بالوقت. ايضا حتى فترة الغداء يعني بعد فترة الغداء بنص ساعة تقريبا او ثلاث ارباع الساعة لحتى يبلش الطفل دراسة اذا كان بده يدرس بهذا الوقت. فهو يعني لازم يكون في شوية مباعدة بين فترة الاكل وبين فترة الدراسة. شرب المياه بالنهاية قد ايه مهم لحتى مهم للصحة بشكل عام ويمكن لزيادة التركيز بشكل خاص؟ مزبوط، مهم جدا 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 بشكل عام بكل نواحي الحياة وتحديدا بعملية الإدراك. هلأ نحن منلاحظ أنه الأشخاص يلي بيدخلوا بمرحلة عطش شديد هي المرحلة، معناتها نحن فتنا بمرحلة الجفاف. فلما بيفوتوا على مرحلة الجفاف منلاحظ فقدوا التركيز، فقدوا القدرة على المشاركة نتيجة عطش شديد. فهون نحن لازم ننمي ثقافة شرب المياه المتكرر، يعني لازم دائما الطفل لما بده يروح على مدرسته ياخذ معه قنينة الماء، يتعود انه هو كل نص ساعة او كل ساعة لازم يشرب، لازم يكون في عنده هي العادات الصحية. يعني نحن بنعوده عليها بشكل بدائي بالبيت وبعدين بتكمل معاه بالمدرسة. يعطيك ألف عافية. أخيرة بتحبي توجهيها لكل عم بيشوفونا؟ هلا بالنسبة لموضوع فترة الامتحانات أهم شيء يرخوا أعصابهم، الهدوء، النوم العميق، شرب المياه، الأكل الصحي، هي كلياتها عوامل بتأثر على موضوع الدراسة والتركيز. وبالنهاية يعني هذا نتاج عمل سنة كاملة. صحيح. معنا نتاج عمل أسبوع، وبالتوفيق لكل الطلاب يا رب بهي الفترة وخلال العام الدراسي كله يعني. شكرا لحضرتك لبان حسين أخصائية تغذية، شكرا كثير لحضرتك لهالمعلومات القيمة اللي أعطيتينا إياها مع أنه جوعتينا يعني. يعطيكم ألف عافية وشكرا لاستضافتكم. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. صباحك مرة ثانية.